بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم مع بعض في الإعاقة السمعية، ودي المحاضرة الثالثة من مقررنا المرتبط بالإعاقة السمعية والنمو اللغوي عند الأطفال المعاقين سمعيا والصم. المحاضرة الثالثة دي بتتكلم عن الإعاقة السمعية. بنقول إيه؟ بنقول إن رغم إن مرحلة الطفولة المبكرة هي مرحلة تكوين الشخصية، وهي مرحلة اللي بنقول عليها انها المرحلة اللي الانسان بيكون فيها في منتهى النشاط، الانسان بيبدأ يحس فيه بطعم الانجاز والحيوية والاقبال على الحياة، وتبدأ ارساء معالم الشخصية فيه. الا اني للأسف مع المعاقين سمعيا بتبقى المرحلة دي بيبقى فيها كتير من المشاكل اللي بتسبب لهم كثير من المعاناة والنقص وضياع الفرص. بس عشان انا اعرفها واعرف خصائص الشخصية بتاعت الطفل المعاق وتأثيرها على جوانب النمو المختلفة، لازم أعرف يعني إيه إعاقة سمعية. الإعاقة السمعية هي تلك المشكلات التي تحول دون أن يقوم الجهاز السمعي عند الفرد بوظائفه. إيه وظيفة الجهاز السمعي؟ هو وظيفة السمع. طالما في مشكلة فيه فهو الجهاز لا يقوم بهذه الوظائف، أو تقلل من قدرة الفرد على سماع الأصوات المختلفة. وتتراوح الإعاقة السمعية في شدتها من الدرجات البسيطة والمتوسطة التي ينتج عنها ضعف سمعي إلى الدرجات الشديدة جدا التي ينتج عنها صمم. يعني أنا الإعاقة السمعية دي مش كلها في درجة واحدة أو في ليفل واحد، لا، دي بتتدرج في شدتها وتتدرج في مدى تمكنها من الفرد. فيها منها الدرجات البسيطة، وفي منها الدرجات المتوسطة، وفي منها الدرجات الشديدة، وكل فئة ليها طريقة في التعامل معها وليها طريقة ازاي ان احنا نحاول ان احنا نحد من تأثير الإعاقة عليه، فمنقدرش نحطهم كلهم في ميزان واحد. تمام، يبقى الصمم يبقى ايه في الحالة دي؟ الصمم هو فقدان الفرد القدرة على استخدام القناة السمعية. القناة السمعية ما بتبقاش من القنوات المعرفية بتاعته، ما هياش قناة يستقبل منها معرفة. احنا بنقول الانسان له خمس حواس، خمس حواس يمثلوا خمس بوابات للمعرفة. الاصم قناة السمعية ما بيقدرش يستخدمها، وبالتالي لازم انا بستعيد بالحواس التانية علشان اعوض فقدان الفرد لهذه المقدرة على استخدام القناة السمعية. هو ما بيقدرش يستخدم القناة السمعية حتى في حالة وجود المعينات السمعية، مما يترتب عليه فقدان القدرة على التواصل اللفظي من خلال الكلام المنطوق. ولا يسمع الكلام، وبالتالي لا يستطيع أن يصدر منه كلام، لأن جزء كبير من تعلمنا الكلام متوقف على سماعنا للنماذج الكلامية أو النماذج المنطوقة من المحيط اللي احنا متواجدين فيه. وهي أعلى درجات الإعاقة السمعية وأكثرها تطرفا. أشد درجات الإعاقة السمعية هو إصابة الفرد بالصمم التام، حتى مفيش معينات سمعية ممكن أساعده بيها. طيب، ضعف السمع هو الطفل الذي يستطيع أن يكتسب المعلومات اللغوية لوجود بقايا سمع، يعني عنده جزء من السمع، عنده بقايا سمع يقدر يستخدم ويكتسب معلومات لغوية، ويقدر يستخدم القناة السمعية، وخاصة لو استخدم المعينات السمعية المناسبة اللي هتعينه على ده. تمام، طيب انا لو جيت اشوف التركيب التشريحي للاذن، وده علشان اعرف ازاي الانسان ممكن يصاب او انواع الاصابات بالاعاقة السمعية وتصنيف الاعاقة السمعية. تمام، الجهاز السمعي عند الانسان بيتكون من ايه؟ بيتكون من الاذن الخارجيه، وهي عباره عن صوان الاذن والقناه السمعيه الخارجيه، والاذن الوسطى، وتتكون من الطبله والعظيمات الثلاثه، المطرقه والسنديان والركاب وقناه استاكيوس. عندي كمان الاذن الداخليه، تتكون من القنوات الشبه الهلاليه والقوقعيه في العصب السمعي. نيجي نبص على الرسمه. هنا الرسمه بتوضح لي تركيب الاذن، بتوضح لي الـ 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 الاذن الخارجيه، صوان الاذن والقناه السمعيه، بعد كده والطبله. الاذن الداخليه الوسطى سوري تتكون من الركاب والسنديان والمطرقه وقناه استاكيوس، اهي موجوده. بعد كده الاذن الداخليه او اخر جزء من الاذن، القنوات الهلاليه والقوقعيه
بعد كده بندخل في العصب الدماغي الثامن اللي هو العصب المسؤول عن توصيل الذبذبات السمع للمخ الانسان، وبالتالي مركز السمع في مخ الانسان وبالتالي ترجمتها لكلمات او اصوات مفهوم ما المقصود منها. تمام. لما اجي اشوف للاليات التي يتم بها عمل الجهاز السمعي، بيسمع ازاي الجهاز ده؟ عندما يصدر جسم ما صوتا، فان ذبذبات الصوت تنتقل من الهواء في شكل موجات، يعمل صوان الاذن على تجميعها وتوجيهها الى داخل الاذن. يعني صوان الاذن ده وظيفته انه بيجمع الذبذبات ويدخلها داخل الاذن عن طريق القناة السمعية الخارجية. عند وصول هذه الموجات الى الطبلة فانها تهتز، ثم تنتقل هذه الاهتزازات الى الاذن الوسطى المطرقة والسنديان فالركاب، وينتج عنها حركة الركاب طيار من السائل الذي يملأ القوقعة اللي هو فين؟ في الاذن الداخلية، مما يؤدي الى حركة الشعيرات السمعية التي تغطي جدار القوقعة من الداخل، وينتج تيار كهربي يتحول الذبذبات الهوائية أول ما توصل للقوقعة وتتحرك الشعيرات السمعية، بينتج تيار كهربي ينتقل بوسط العصب السمعي إلى القنطرة اللي هي جزء من الأعصاب، ثم ينتقل إلى القشرة الدماغية التي تترجم هذه الأصوات إلى معاني وإلى كلمات. تمام. خواص الصوت. عندي الصوت له خاصيتين أساسيتين، عندي حاجة بنسميها شدة الصوت وحاجة تانية بنسميها النغمة. شدة الصوت تشير إلى قوة الصوت الفوليوم ودرجة ارتفاعه، وتقاس بوحدة قياس تسمى الديسيبل، تمام، وليها الرمز بتاعها الدي بي. النغمة اللي هو التون، ونعرفه أحيانا بالتردد، تمام، ويقصد بالنغمة عدد الموجات التي يحدثها مصدر الصوت في الثانية الواحدة، وتقاس بوحدة مسمى بالهيرتز اللي هي مرمز لها بالاتش زد. وتستطيع الأذن السليمة سماع الأصوات التي تتراوح تردداتها ما بين 20 ل 20,000 هيرتز في الثانية. تمام. يبقى أنا عندي حاجة بنسميها شدة الصوت وعندي حاجة بنسميها النغمة. شدة الصوت بقيسها بالديسيبل، النغمة بقيسها بالهيرتز. تمام. هنرجع بعد كده لشدة الصوت فنعرف يعني ايه شدة الصوت. هو قوة الصوت ودرجة ارتفاعه. اهمية حاسة السمع. اهمية حاسة السمع للانسان؟ احنا قلنا الانسان له 5 قنوات للمعرفة متمثلة في القنوات الحسية الخمسة او الحواس الخمسة. حاسة السمع من ضمن اهم هذه الحواس، او تقع في الدرجة الاولى من الاهمية. اثبتت التجارب العلمية ان قدرة الانسان على الكلام ما هي الا نتيجة طبيعية لحاسة السمع. اسمع اعرف اتكلم لاني سمعت نماذج كلامية، ما سمعتش حتى لو الجهاز المسؤول عن الكلام سليم هتحصل مشاكل في عملية النطق والكلام، ولازم يدخل الانسان في تدريبات وفي برامج تدريب على النطق والكلام، ومهما وصل لدرجات كويسة وجيدة جدا من التدريب على النطق، لكن نتيجة ان هو ما عندوش حاسة السمع بنلاقي فيه شوية مشاكل في النطق عنده. والناس يتفاهمون مع بعضهم البعض عن طريق الكلام. معنى كده ان السمع لو عندي فيه مشكلة هيحصل اني ما اقدرش اتواصل مع الاخرين، او الطفل ما يقدرش يتواصل مع الاخرين لانه مش قادر يتواصل معهم عن طريق الكلام. وهذا يعتمد على السمع. يعني السمع وقدرة الانسان على الكلام وقدرته على التواصل مع الاخرين، كل دول بيعتمدوا على حاسة السمع. ويتعلم الاطفال الكلام عن طريق الاستماع الى حديث الاخرين من حولهم وتقليدهم، النماذج السمعية. وعندما يصاب الطفل بإعاقة في سمعه فهي غالبا ما تؤدي الى صعوبة في الكلام عند الطفل. جميل. حاسة السمع هي الحاسة التي تسمح للفرد بسماع الأصوات والكلمات التي ينطق بها الآخرين من حوله، مما يساعده على تعلم اللغة السائدة في جماعته، وتمنح له الفرصة للتواصل اللفظي وإقامة العلاقات الاجتماعية،
ونقل الافكار الى الاخرين، كل ده عشان كل ده اهميه لحاسه السمع، ان انا بتواصل بسمع النماذج اللغويه فبتكلم، بتواصل مع الاخرين واقيم علاقات اجتماعيه، بننقل افكارنا الى الاخرين ويستمع الى افكارهم وارائهم، مما يسهم في تطور ثقافته وسلوكه الاجتماعي وتمكنه من السيطره على انفعالاته والتعبير المناسب عنها، وفقدان هذه الحاسة يؤثر بشكل واضح على الشخصية ككل. طالما أنا لا عارف أتكلم ولا عارف أتواصل مع الآخرين ولا عارف أنقل لهم أفكاري ولا عارف أعرف إيه أفكارهم، ومش عارف أهذب، يعني مش أوصل للسلوك الاجتماعي المطلوب اللي أهذب فيه انفعالاتي والتعبير المناسب عن نفسي، فبالتالي شخصيتي ككل هتتأثر بفقدان هذه الحاسة. جميل. أسباب الإعاقة السمعية، طبعا أي إعاقة في الدنيا بيبقى ليها، أو أي مشكلة صحية عند الإنسان بيبقى ليها استعداد وراثي، حالة وراثية معقدة وغير واضحة في حالة الإعاقة السمعية، بتبقى في أسباب وراثية ما بتبقاش واضحة إيه الأسباب اللي بتخلي العائلة دي مثلا ينتشر فيها الإعاقة السمعية، تمام؟ فبتبقى الأسباب الوراثية دي معقدة في الغالب، عوامل بيئية زي الحوادث اللي بتحصل للإنسان، حاجة دخلت ودانه، حاجة تسببت في اختراق الطبلة أو عملت دمج معين في العصب السمعي، قد تؤدي بعض الاضطرابات الصحية والاضطرابات الصحية والأمراض إلى نوع من التلف البسيط في المخ إلى الحد الذي يؤدي للإعاقة السمعية. زي إيه؟ زي مثلا الحمى الشوكية، زي بعض الامراض زي التيفويد، في بعض الامراض تؤدي الى ضرر في الانسجه المخيه للانسان، ارتفاع درجات الحراره لاسباب غير معروفه، لدرجات فوق ال40 مثلا او 42 واستمرارها فتره طويله بالارتفاع، كل ده ممكن يؤدي الى اي اعاقه من ضمنهم الاعاقه السمعيه. ويمكن تصنيف العوامل المسببه للاعاقه على اساس المرحله الزمنيه التي حدثت فيها الإعاقة إلى 3 مراحل. مرحلة ما قبل الولادية، يعني ما كانتش وراثية، بتبقى أحيانا من البيئة، ولكن بتبقى في المرحلة الجنينية قبل الولادة، والطفل داخل رحم أمه، تعرضها الأشعة، تناولها الأدوية، كحوليات أو أي حاجة أدى، أو هي تعرضها للأمراض هي نفسها، يؤدي إلى حدوث أي إعاقة من ضمنهم الإعاقة السمعية. مرحلة الولادة لو كانت الولادة فيها خارج المستشفى، الولادة تمت بشكل غير صحيح، استخدموا أدوات غير صحيحة أثناء الولادة، كان في عنف في استخدام الولادة، مسكوا رأس المولود بشكل غير مضبوط، حصل أي ضغط على رأس المولود، ممكن يؤدي إلى إعاقات كتيرة ومن ضمنها الإعاقة السمعية. مرحلة بعد الولادة، كل ما يتعرض ليه الإنسان من مشاكل بعد الولادة، مشاكل صحية أو حوادث لا قدر الله. جميل. وعموما لما بنيجي نصنف الأسباب الإعاقة السمعية على وجه الخصوص مش الإعاقات ككل، الإعاقة السمعية بنصنفها على أساس سببين أساسيين، بنقول إن إما يكون فقدان السمع تواصلي، إما يكون فقدان السمع الحسي العصبي. تمام. يعني ايه التواصلي؟ هنا بنقول هو ما يختص بالاجزاء اللي بتوصل ذبذبات الهواء والموجات الهوائيه وتجمعها عشان توصلها للودان والاذن الوسطى لحد ما توصل للاذن الداخليه. ايه الاسباب دي؟ بتكون زي ايه؟ تجمع الماده الصمغيه بكميات كبيره، تشوهات خلقيه في القناه السمعيه، ثقب الطبلة، التهابات الأذن خصوصا الأذن الوسطى. نيجي نشوف الأسباب الفقدان السمعي الحسي العصبي، هنلاقي عندنا أسباب وراثية اللي احنا قلنا بتبقى في معظمها مبهمة، إما الإصابة ببعض الأمراض زي الحمى الشوكية، ده بيبقى الأثر على العصب على طول وعلى الخلايا العصبية وعلى مركز الخاص بالسمع في القشرة المخية عند الإنسان. الإصابة بالحصبة الألمانية، نقص الأكسجين عند المولود، لما يجي مولود ويحصل له نقص أكسجين، ممكن من ضمن الإعاقات الرهيبة اللي ممكن تحصل له هي الإعاقة السمعية. عدم توافق دم الأم والأب أو دم الوالدين، اللي هو الار اتش، يبقى مثلا الأم سالب والأب موجب، هنا بتبقى فيه مشكلة.
تمام، ودي ليها علاجات طبية والحديثة ما بقاش فيها مشكلة، ولكن لازم من متابعة مع الطبيب والاهتمام بالموضوع. كده نبقى خلصنا المحاضرة الثالثة، محاضرة بسيطة وجميلة ما فيهاش أي تعقيدات، هي محاضرة سلسة. نيجي نتكلم في المحاضرة الرابعة. المحاضرة الرابعة بتكلمنا عن طرق تشخيص وقياس القدرة السمعية. طبعا احنا عارفين ان القدرة السمعية او اي قدرة انسانية علشان اقدر اشخص الفرد واحطه في ليفل معين او تبع عناية معينة لازم اقدمها ليه وبرامج معينة، لازم يسبقها عملية قياس وتشخيص. القياس والتشخيص بيحولوا لي القدرة دي الى كم درجة، وهذه الدرجة تحول الى معنى. لما اقول مثلا ان الشخص بيسمع من درجة كذا لكذا ديسيبل، تمام، الدرجة دي بتقول لي هو شديد الاعاقة السمعية ولا متوسط الاعاقة السمعية ولا يعني الاعاقة السمعية عنده ضعيفة ويقدر يتواصل باستخدام بعض المعينات السمعية البسيطة. بالتالي انا لما اجي ادخل في طرق قياس وتشخيص القدرة السمعية بلاقي عندي مظاهر عامة للإعاقة السمعية. ايه هي المظاهر العامة دي؟ صعوبة في فهم التعليمات وطلب اعادتها. لما الاقي هذا الطفل هقول له التعليمات اللي انا عايز اقولها له مرة واثنين وتلاتة ولاقيه مش فاهم التعليمات، في بعض التعليمات سقطت منه، سمع بعضها وما سمعش بعضها، والعملية دي متكررة معاه، لازم المظهر ده من المظاهر اللي تخليني اشك ان الطفل ده عنده اعاقة سمعية. وانه يطلب على طول ان انا اعيد الكلام، ايه ايه كنت بتقولي ايه، طب معلش ما سمعتش الكلمة دي، بتدل للوالدين للمعلمة او القائم على تربية الطفل على ان هذا الطفل يعاني من، قد يكون يعاني مؤشر كده من اعاقة سمعية، ولازم ان انا اعمل له قياس سمعي. الاخطاء في النطق لما يبقى بينطق حروف خطأ، لما بيسمع كلمات مثلا كلمة ينطقها مصر ان هو ينطقها بطريقة معينة، لكن لما بتعدليها له تنطقها له بصوت عالي مرة واثنين وثلاثة يبدأ يعدل في نطقه. الاخطاء في النطق وابدال الحروف خصوصا مثلا اللام بالميم، النون بالميم، الكاف بالقاف، هنا الاخطاء دي لو هي متكررة ومش متعمد الاخطاء دي بنقول انها مؤشر من مؤشرات الاعاقة السمعية، لان بيسمع غلط وبالتالي بينطق النموذج وصل لدماغه النموذج اللغوي بطريقة خاطئة، وبالتالي بينطقه بطريقة غير مضبوطة. ادارة الرأس الى جهة معينة، يعني مثلا هو المتكلم ناحية الشمال فيبدأ يدير رأسه كده ناحية الشمال ويبدأ يحط ايديه مثلا حوالين ودانه علشان يقوم بجزء من وظيفة الأذن الخارجية أو صوان الأذن في تجميع الموجات الهوائية. عدم اتساق نغمة الصوت، تلاقي صوته مرة بيعلى في مواقف لا تستدعي الصوت العالي، وصوته أحيانا يبقى واطي في مواقف تستدعي الصوت المرتفع قليلا، أو في نفس الوقت صوته يعلى ويوطى بشكل غير متناغم، وبالتالي هنا هو مش سامع نفسه علشان يظبط التون بتاعه، مش سامع نفسه علشان يظبط نغمة وشدة الصوت بتاعه. الميل للحديث بصوت مرتفع، دايما لما واحد بيستخدم السماعات على ودانه يجي حد بيكلمه هو حاطط السماعة على ودانه فتلاقي ايه صوته يعلى، يجي يكلم اللي قدامه صوته قوي يعني يبقى اقوى من اللازم. هنا ليه بقى أقوى من اللازم؟ لأن هو مش سامع صوته، فهو عشان يسمع صوته بيعليه. نفس الحكاية بتحصل عند المعاق سمعيا، هو نتيجة إن القنوات السمعية بتاعته فيها مشكلة وإن الجهاز السمعي بتاعه فيه مشكلة، وبالتالي هو مش سامع صوته بيضطر إنه يتكلم بصوت مرتفع عشان يسمع صوته، هو لا يدرك إن صوته مرتفع عن المطلوب ولكن هو بيعلي صوته غصب عنه عشان يفهم هو بيقول إيه ويسمع صوته ويسمع هو بيقول إيه. وضع اليد حول احدى الاذنين لتحسين القدرة على السمع، ان هو يحط ايده تحت حوالين ودنه لسه قايلينها علشان يقوم ان هو يسمع، هي حط الايد حوالين الاذن دي حركة لا ارادية بيعملها او حركة طبيعية بيعملها المعاق سمعيا اللي عنده ضعف في السمع
علشان يجمع الموجات الصوتية ما تهربش من صوان الأذن، فهو في محاولة لتكبير صوان الأذن عنده عشان توصل له الكلمات والموجات الهوائية والموجات الصوتية تدخل القنوات السمعية عنده ويقدر يوظفها. الحملقة في وجه المتحدث والمتحدث ومتابعة حركة الشفاه، تلاقيه هو بيبص يعني ما يقدرش يتكلم مع واحد مش باصص في وشه، لازم يبص لوجه المتحدث وبيتابع حركة شفايفه، بيتكلم ساكت، ملامح وشه فيها نوع من مثلا الغضب، الفرحة، السعادة، الحديث هادي ولا في بعض المشاحنات. دايما هو لغة الجسد بتاعت المتحدث مهمة جدا بالنسبة له علشان يفهم ما يقال، وبالتالي هو دايما باصص لوجه المتحدث ومتابع لحركة الشفاه لهذا المتحدث علشان يعينوه على فهم ما يقال، لأن ليس كل ما يقال يصل إلى أذنه ويصل لسمعه ويفهم تفاصيله. تفضيل استخدام الإشارات أثناء الحديث، يعني تلاقي إشاراته كتيرة، يحب المتكلم لما يكلمه يكلمه ببعض الإشارة، مبقاش كلام صرف كده. فبيفضل المتحدثين اللي بيتكلموا بالإشارة إلى جانب الكلام، أو بيفضل كمان هو نفسه لما يجي يتكلم يضيف بعض الإشارات على كلامه، لأن هو هذا هو أسلوبه في توصيل ما يريد توصيله للآخرين. عندي برضك من المظاهر اللي أنا أشوف إفرازات صديدية من الأذن أو إحمرار في الصوان. أول ما أشوف الإحمرار أو الإفرازات الصديدية معنى كده إن في التهابات، في تقرحات، في حاجة غلط في الأذن الخارجية، وممكن قوي تكون في الأذن الوسطى وتعمقت وصلت طلعت لي بره على الأذن الداخلية، وممكن قوي تتعمق وتوصل للأذن الداخل سوري طلعت لي على الأذن الخارجية وممكن تتعمق وتوصل لي للأذن الداخلية، ودي مشكلة كبيرة. يعني لو وصلت للأذن الداخلية ممكن تعمل لي دمج كبير قوي في العصب، وبالتالي الالتهاب كل ما وسع كل ما انتشر كل ما كانت المشكلة كبرت، وكل ما كان ضرورة الحد منها يعني بقت ملحة جدا. فظهور إفرازات صديدية من الأذن أو إحمرار في صوان الأذن من المؤشرات اللي بنقول عليها مؤشرات هامة جدا في إن أنا أتوجه بهذا الطفل لطبيب متخصص علشان يشوف لي الطفل ده عنده إيه. ضغط الطفل على الأذن أو الشكوى من طنين زن معين أو رنين في أذنه، سماع صفارة معينة في أذنه، طنين، خرفشة في ودنه، حاجة زي النبض كده في ودن في أذنه يسمعها كل فترة، كل ده دليل على إن هذا الطفل يعاني من شكوى في الأذن، وبالتالي لازم التوجه به إلى الطبيب. كتير قوي من الأمهات يحكموا على الأطفال إنه الطفل ده لما بنده بيعمل نفسه مش سامعني، سوري بيطنشني فما بيردش عليا، وتبدأ تكون صورة عن الطفل ده انه طفل مش عنيد، انه طفل مش طفل حبوب كده مع المحيطين بيه وعايز يتجاوب معاهم، وتبدأ تكون الصورة دي وتفرضها على الطفل في تصرفاتها، ان انت ما بتسمعش الكلام، انا بندهك وما بتردش انا، وتبدأ تفرق ما بينه وبين اخواته مثلا وتظلمه في الحكم عليه، وفي الاخر بيطلع ان هذا الطفل هو فعلا ما كانش سامع ندائها، مش بيسمع وبيتجاهل هذا النداء، هو فعلا طفل يعاني من اعاقة سمعية، ولكن اعاقة سمعية تتمثل في ضعف السمع، بيسمع حاجات وبيسمعش حاجات، بيسمع تون معين بيسمعش تون تاني، بيسمع شدة صوت معين ما بيسمعش صوت تاني، حسب الدمج عنده فين بالظبط في العصب السمعي وفي القنوات السمعية في الأذن الخارجية الوسطى الداخلية.
حسب المشكلة عنده فين بالظبط، فبيسمع حاجات ما بيسمعش حاجات تانية. فما اقدرش هنا هو احكم على الطفل ده واكون صورة خاطئة عنه الا اذا حولت هذا الطفل لطبيب عشان يأكدني ان الطفل ده مصاب بإعاقة سمعية. وبالتالي انا لو انا ظلمته وحطيت الصقت بيه خصائص معينة او صفات معينة زي تجاهل الاخرين، عدم التجاوب مع الاخرين، انه ما بيسمعش الكلام، انه كل ده بيساهم ويساعد على زيادة المشكلة عنده، تبقى مش بس مشكلة نفس عضوية، بتتحول إلى مشكلة نفسية وتتفاقم عنده هذه المشكلة النفسية. تمام، دي الأعراض الأولية اللي أنا بشوفها، وما توجه لقياس السمع عند المتخصصين. في عندي بس هنا دي احنا مش هنستفاد بيها قوي، احنا بس بناخد فكرة عنها علشان لازم نعرف هو يعني ايه الاساليب في المستخدمة في قياس السمع. لكن احنا كتربويين مش احنا اللي بنقيس السمع، احنا اللي بيهمنا الدلالات الاولية اللي احنا قلناها في الاول، لان دي اللي بتخلينا نوجه الوالدين، او الوالدين لما يجي يقولوا لنا اولادنا بيعملوا كذا كذا نقول لهم لا، خدوهم على متخصص في السمع والكلام، لازم عشان تعملوا عليهم كشف للسمع. عندي اول طريقة مستخدمة في القياس السمعي هي الطريقة التقليدية. هناك انواع كثيرة من الوسائل والادوات التي تصدر اصواتا وضوضاء شاع استخدامها قديما في اختبار السمع، يعني حاجات تقليدية كانت قديمة بنستخدمها، ولكن ما زالت تستخدم بصفة شائعة حتى اليوم ولو كمؤشر مبدئي. فبالنسبة للأطفال الصغار جدا استخدمت وسائل تقليدية مثل دق الجرس للاستدلال على مكانه، أجي جنب الطفل ودق الجرس يقوم هو يلتفت لمكان دق الجرس أو يصدر عنه أي استجابة، زي مثلا هو يرمش بيانيه أو ينخض لأن في صوت جديد كده صدر جنبه مش هو مش عارف يبرره، أو يحصل أي رد فعل جسماني له، فأقول إن الطفل ده سمع على دق الجرس وبالتالي هو طفل قادر على السمع، بس ما بتدينيش درجة دقيقة. وأتوقع من الطفل عند سماع الصوت الصادر عنها أن يستجيب لها إما بالتوقف عن الحركة العضوية لحظة، يقف في حالة إنصات للصوت ده جاي منين، أو بإغماض عينه أو ما شابه ذلك. جميل. طيب في عندي اختبارات فنيات بستخدمها مع الأطفال ما قبل المدرسة، زي طريقة الملاحظة، لازم أعمل لهم ملاحظة أشوف هم بيسمعوا ولا بيسمعوش. الحركات الدلالات اللي احنا قلنا عليها في الأول، ما بيسمعش كل التعليمات، بيسمع بعضها، بيطلب إعادة تكرار التعليم كذا مرة، انه بيضع ايديه حوالين صوان الاذن، انه بيتجه للمتحدث، يقترب من المتحدث بشكل كبير، لان كتير قوي بتبقى حكاية ان ضعيف السمع يقترب من المتحدث بتعمل مشكلة نفسية عند الطرفين، لان كل انسان عنده ما يسمى بالحاجز النفسي او الحرم النفسي. ليه الحرم النفسي لاي انسان؟ هو حرم مسافة معينة بيني وبين الاخر، لا اسمح للاخر ان هو يتخطاه. تمام، وعدم سماحي للاخر بانه يتخطاه مبني على علاقتي بهذا الاخر، لو كان ابني، لو كان اخي، لو كان ممكن اخليه يقرب اكتر من الحرم النفسي بتاعي، ولكن الاخرين هما لا يمتوا ليا بصلة الا الود العادي، لا اسمح لهم ان هما يتخطوا هذا الحرم النفسي، المسافة اللي بيني وبينهم مسافة مكانية. المشكلة بنلاحظها عند ضعاف السمع ان هو غصب عنه بيتخطى هذا الحرم النفسي، بنلاحظها فيه، ويقرب من كل الاشخاص ايا كانت الدرجة بتاعة القرابة او الـ 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 الصلة ما بينه وبين هذا الاخر. تخطين هذا الحرم النفسي في المسافة المكانية يؤدي الى امتعاض الشخص الاخر، الشخص الاخر يتضايق، يرجع لورا، يظهر عليه علامات على وشه، علامات الاستنكار، فيبدأ هو يشوف الاستنكار ده، يبدأ يشوف ان الفرد التاني بعد عنه، كل ده بيؤثر على شخصيته. تمام، فمن ضمن الحاجات اللي احنا بنلاحظها عن طريق الملاحظة
انه يتخطى الحرم النفسي للاخرين علشان يشوفهم من قريب، وعلشان يسمع هما بيقولوا ايه على اقرب مسافة ممكنة. طريقة منعكس الرمش، طريقة منعكس الرمش تقريبا شبه طريقة الجرس، ولكن بتديني قياس كمي. هو صوت بيصدر قدام الطفل، والطفل بيبدأ يستجيب للصوت ده عادة بأنه يرمش بيعني. اختبار المجال الحر، اختبارات التشتت، تشتت الصوت، اختبارات الهمس، ان انا اهمس بصوت معين بدرجة معينة واطلب من الطفل ان هو يقول لي انا قلت ايه. تمام. في اختبار الساعة الدقاقة، حاجة شبيهة باختبار الجرس في الطرق التقليدية. اختبار ويب مان للتمييز السمعي، ده اختبار كبير وعايز متخصص في استخدامه. ومقياس بنتنير بيترسون، ده برضك مقياس من المقاييس المتخصصة اللي لازم حد متخصص في استخدامه علشان يقدر يستخدمه مع الأطفال. في عندي طرق دقيقة مقننة بستخدمها اكثر دقة من الطرق الاولانية اللي هي فنيات اختبار السمع للاطفال ما قبل السمع ما قبل المدرسة، اللي هي الملاحظة ومنعكس الرمش والمجال الحر والتشتت والهمس والساعة الدقاقة. كل دول بس عندي الاختبار والسامع السابع والثامن، هم التمييز السمعي ومقياس بنتنر، ده بيدوني مقاييس، ولكن هم في مقاييس اكثر دقة واكثر تقنينا منهم، زي مثلا الجهاز قياس السمع الكهربائي الاوديو ميتر. ماشي. وفي عندي جهاز تاني مش هنتكلم كتير عن تفاصيل هذه الاجهزة، او ما تهمنيش قوي تفاصيل هذه الاجهزة، لان دي فنيات بيستخدمها المسؤول عن قياس السمع. احنا كتربويين مش مطلوب مننا الا ان احنا نعرف ان دي الفنيات المستخدمة ودي طرق القياس المستخدمة. القياس السمعي للمقاومة الظاهرة في الأذن الوسطى، مقياس بيقيس قدرة الأذن الوسطى على السمع واستقبال الموجات الهوائية والصوتية في العظيمات الثلاثة، قياس ضغط الهواء على طبلة الأذن، لأن طبلة الأذن بتتحرك بيحصل فيها ذبذبة، فأنا بشوف بقيس ضغط الهواء على الطبلة. تمام. ده نوع من انواع القياسات. جهاز تخطيط الطبلة وقياس الانعكاسات العصبية، بالظبط زي ما في للقلب تخطيط قلب او رسم قلب، بردك في تخطيط لطبلة الاذن، وبتديني انعكاس لقياس الانعكاسات العصبية اللي بتنتقل للاعصاب في الاذن الداخلية بعد الطبلة. اختبار الاستجابة السمعية لجزع الدماغ السمعي. هنا هنلاقي ان الاجهزه بتتدرج من الاذن الخارجيه للاذن الوسطى وصولا للطبله لحد ما توصل للاعصاب الانعكاسات العصبيه والجزع الدماغ وجزع المسؤول على جزء العصبي المسؤول على العمليه السمعيه. فهي قياسات ممكن الطفل يكتفوا بعمل قياس او اتنين ليه، ممكن يضطروا يعملوا له اكتر من قياس، علشان طول ما انا مش عارفة احدد المشكلة فين لازم اعمل مقياس واثنين وتلاتة لحد ما اعرف مشكلته بالكامل، وتبقى الصورة واضحة تماما عندي بشكل واضح جدا، علشان اعرف اشوف ايه العلاجات المناسبة لي. هل هو ممكن عملية جراحية تحل له المشكلة، عملية تجميل مثلا بتبدأ من عملية تجميل لصوان الاذن ممكن تحل المشكلة، في مشكلة في الطبلة، في مشكلة في العظيمات الثلاثة، في مشكلة لحد ما بوصل للمشاكل اللي بتبقى في الأعصاب، ودي بتبقى مشاكل صعبة في علاجها جراحيا، وإن كان في بعض الجراحات ممكنة، ولكن مش لكل الحالات وكل الدرجات وكل الإصابات المتعلقة بالنواحي السمعية. في عندي مقياس بيقيس الاختبار تخطيط كهربائي للقوقعة. طبعا احنا قلنا في شعيرات للقوقعة وتتحرك لدرجات مع تحرك الطبلة وانتقال الصوت والتيار الكهربائي
بعد ما يتحول الموجات الهوائية إلى تيار كهربائي، في حركة بتحصل، في شعيرات عند القوقعة دي، ليها برضك تخطيط كهربائي. تمام، التخطيط الكهربائي له رسمة معينة بيدينا مؤشر هو عنده مشكلة في القوقعة ولا مفيش. دي دخلنا على الأذن الداخلية. اختبار استجابة الكمونة المتأخرة يعني ايه؟ ان انا الاختبار ده بيحصل صوت، وبعد كده استجابة الحالة بتيجي استجابة لهذا الصوت، ولكن بتيجي بشكل متأخر، بتيجي بشكل متأخر. يبقى الزمن ما بين حدوث الصوت وبين الاستجابة ليه له معنى عندي، يعني في حاجة مرتبطة بالأعصاب. عمال ما وصل المثير الصوتي للخلايا المخية المسؤولة عن السمع، وبدأت تدركها وتفهمها بطريقة معينة، وبدأت أنا أستجيب ليها في زمن حصل. الزمن ده أسره أو طوله بيديني معنى، ولازم يبقى له قيمة في تشخيص الإعاقة السمعية. جهاز التقييم الطبي ده جهاز بردك بيقيم الحالة السمعية. تمام، في اعتبارات وأنا بقيس الأطفال، القدرة السمعية عند الأطفال الصم وضعاف السمع. لازم أول حاجة هي الطفل الأصم وضعيف السمع قبل إجراء الاختبار، لازم أهيئه تهيئة كافية بحيث إن هو يدخل مستعد لإجراء كل الفحوصات. أقول له أعمل له صوت، أعمل له أي إشارة يستجيب معايا من غير ما تبقى حالته النفسية لا تسمح بذلك، متضايق، خايف، متوتر، هيعند معايا لأنه مش حابب الموضوع. كل ده هيؤثر على تقييم درجة السمع عند الطفل وتقييم السمعي عند الأطفال. التأكد من فهم الطفل التعليمات والأسئلة. أنا لما أديله تعليم معين أو سؤال معين لازم أتأكد إن هو فهمه، سواء بقى بلغة الإشارة، اتكلمت بصوت عالي، أيا كانت الطريقة، بل لازم يبقى أنا متأكدة إن هذا الطفل فهم التعليمات. ما هو ممكن قلة فهمه للتعليمات والأسئلة تجعله لا يستجيب، فهم ان عدم الاستجابة هو المطلوب، وبالتالي انا احكم عليه ان هو ما سمعش. تمام، فبالتالي هنا يتأثر تقييم الطفل ودرجة السمع عنده، وانا المشكلة الاساسية ان هو بيسمع، ولكن انا ما تأكدتش ان هذا الطفل عنده علم، او تأكدت من انه فهم هذه التعليمات وهذه الاسئلة. منح الطفل قسط من الراحة عند الاحساس بتعب الطفل. طبعا الاطفال كائن لطيف مهما كان سنه، يعني من اول ما بيبقى لسه في مرحله بدايه الولاده لحد ما يبقى 17 18 سنه، الطفل بيتعب بسرعه، من طبيعته ان هو بيتعب بسرعه، بيمل بسرعه. علشان انا اضمن ان الاختبار بيديني النتائج الصحيحه، لازم احط في اعتباري ان انا ما بقاش الطفل اللي قدامي ده متعب تعبان، وبالتالي ما يدينيش الاستجابة الصحيحة، وتقييمي لحالته يبقى تقييم خاطئ. لازم اديله قسط من الراحة علشان يرتاح ويبدأ يتجاوب معي بطريقة صحيحة. تمام، عدم اعطاء الطفل اي تلميحات او اشارات يستطيع من خلالها معرفة الاجابات الصحيحة والخاطئة. ما اديلوش اي تلميح او اشارة او اي حاجة تدل على الاجابة الصحيحة او الاجابة الخاطئة، لان ده بردك بيديني تقييم خاطئ لحالة الطفل سواء بالسلب او بالايجاب. شعور الطفل بالارتياح مع من يقوم بالتقييم، ما يبقاش الطفل خايف من المقيم، ما يبقاش الطفل راهب الموقف ككل، المكان، الشخص اللي قدامه ده فاكره هيديله حقنة ولا مش عارف. فبالتالي كل ردود فعله فيها شيء من الترقب ومن الخوف، وده بيؤثر على النتيجة بتاعتي. نيجي نشوف التصنيفات الإعاقة السمعية، وهنا دخلنا في العمل اللي خصنا كتربويين. عندي تصنيف تبع السن، التصنيف ده مش كله واحد، في عندي تصنيفات حسب حاجات معينة، يعني حسب متغير معين أنا ببدأ أصنف الإعاقة.
اول متغير التصنيف طبعا للسن الذي حدثت فيه الاصابه، صمم ما قبل اللغه ويشير الى حالات الصمم التي تحدث منذ الميلاد او في مرحله سابقه عن تطور اللغه والكلام عند الطفل، ويعتقد ان سن 3 سنوات هو السن الفاصل. يعني انا عندي صمم ما قبل اللغه وصمم ما بعد اللغه. صمم ما قبل اللغه اللي هو بيحصل ايه؟ ان الطفل يجيله الاصابه ويجيله الصمم، اما هو بيتولد بيها يصاب بيها في مرحله الحمل او الولاده، او يصاب بيها بعد عمليه الولاده وقبل سن 3 سنوات. ليه ده بيختلف على بعد الـ3 سنوات؟ لان الذاكره اللفظيه الموجوده في ذهن الانسان لا تثبت فيها المعلومه الا بعد 3 سنوات، تبدا المعلومات اللي عمال يمتصها من البيئه اللي حواليها تثبت وتبقى جزء من مكونه المعرفي ومن مخزون المعرفي عنده، يقدر يوظفها ويستخدمها ويفهمها ويتعامل بيها. لو حصلت الاصابه الصمم ما قبل الـ3 سنوات بنسميه اعاقه سمعيه او صمم ولادي، كانه بالظبط اتولد بالاعاقه السمعيه طالما هو قبل الـ3 سنين. ليه؟ لان الذاكره السمعيه لا يوجد بها كلمات، لا يوجد بها الفاظ منطوقات، وبالتالي هو غير قادر على استخدام شيء هو ما عملش عمليه تخزين ليه وتثبيت لهذا المخزون. الصمم بعد اللغه ويشير الى حالات الصمم التي تحدث بعد 3 سنين، حيث يكون الطفل قد اكتسب مهاره الكلام واللغه. 3 سنين بيبدا يتكلم ويحاكي ويلاغي ويبدا يقول جمل قصيره طويله متوسطه الطول، الجمله من كلمه واحده حتى. هنا طالما هو بعد 3 سنين بدا يستخدم للغه، وبالتالي اصابته بعد 3 سنين هتخلي في عنده مخزون لغوي في الذاكره، ممكن بعد كده لما اجي انمي له اللغه بوظفها وبستفاد منها، وما يبقاش الموضوع كله قائم على الاشارات، لا ده هو عنده مخزون لغوي ممكن انا استفاد بيه واعمل له تنشيط عن طريق لغه الشفاء، عن طريق تنظيم التنفس، ازاي يطلع مخارج الالفاظ، خصوصا هو سمع نماذج كلاميه قبل كده وموجوده عنده في الذاكره. وبالتالي فيختلف عندي الانسان لما يصاب او الطفل لما يصاب بالصمم قبل ما قبل اللغه قبل 3 سنوات او بعد اكتساب اللغه اي بعد 3 سنوات. التصنيف طبعا تبعا للاعاقه السمعيه. احنا من شويه اتكلمنا عن تركيب الاذن، الاذن الخارجيه والوسطى والداخليه، وقلنا دي هتنفعنا لما اجي اتكلم عن التصنيفات للاعاقه السمعيه واسباب الاعاقه السمعيه. لما جينا اتكلمنا عن اسباب الاعاقه السمعيه قلنا في اسباب للاسباب بنسميها التوصليه والاسباب المرتبطه بالاعصاب والاذن الداخليه. بردك التصنيف قائم بردك هنا اهو على الاعاقه السمعيه، قائم على السبب اللي حصل بسببه الاعاقه السمعيه. الفقدان السمعي التواصلي ويشير الى الاعاقه السمعيه الناتجه عن خلل في الاذن الخارجيه او الاذن الوسطى على نحو يحول دون وصول الموجات الصوتيه بشكل طبيعي الى الاذن الداخليه. يبقى التواصلي جايه من ايه؟ من حته ازاي اوصل الموجات الهوائيه للاذن الداخليه، للمطرقه والسنديان والجزء الداخلي والقويقعه والجزء الهلالي. وبالتالي هو فقدان سمعي تواصلي بيجي في الاذن الخارجيه، مشكله في الاذن الخارجيه او في الاذن الوسطى على نحو يحول دون وصول هذه الموجات الصوتيه وتحويلها الى تيار كهربي ينتقل الى الاذن الداخلي. الفقدان السمعي الحسي العصبي ويشير الى الاعاقه السمعيه الناتجه عن خلل
في الأذن الداخلية أو العصب السمعي، وده بيبقى أشد بكتير من الفقدان السمع التواصلي، لأن معظم المشاكل اللي بتحصل نتيجة فقدان السمع التواصلي نقدر نتعمل لها عملية جراحية. حتى صوان الأذن دلوقتي في أعضاء بديلة يعملوا صوان أذن، مش عملية تجميل، ده يعني حاجة زي السيليكون بيعملوا بيها صوان الأذن، ليها عمليات وفي من بتتدرج في صعوبتها من العمليات البسيطة للعمليات اللي هي أشد صعوبة، ولكن هي مشكلة قابلة للحل جراحيا. أما بالنسبة لفقدان السمع الحسي فمن الصعب إن احنا نحله جراحيا، يعني معظم الحالات فيها صعب حلها جراحيا إن لم يكن كلها. يشير الإعاقة السمعية الناجمة عن خلل في الأذن الداخلية أو العصب السمعي، أو أن الخلل يقع في العصب السمعي والفقدان السمعي الحسي، الحس عصبي. تمام، يبقى أنا هنا المشكلة من أول بداية العصب بتاع السمع لحد التوصيلة بتاعة الأعصاب كلها انتقالا بالقشرة المخية ومركز السمع في مخ الإنسان. لا يؤثر فقط على القدرة على سمع الأصوات بل وعلى فهمها أيضا. ليه؟ لأن طالما وصل لي التيار الكهربائي بتاع الموجات الهوائية اللي اتحولت لتيار كهربائي وجات لي على العصب، تمام، والعصب فيه مشكلة، بالتالي هيوصلها لمخي بطريقة غير مضبوطة، هيوصلها للقشرة المخية بطريقة غير مضبوطة، ينتج عنها ايه؟ سماع، مش بس ان انا ما اسمعش الاصوات، لا ده كمان في اصوات مش هفهمها، فالاصوات المسموعه تتعرض الى تشوه يحول دون فهمها، تشوه من خلال مرورها في العصب السمعي، لان العصب السمعي نفسه مش سليم. هي وهي في العاده حالات فقدان سمعي حسي، كما ان استفاده المصاب من السماعات او تكبير الصوت قليله. يعني اللي عنده فقدان سمع او عنده ضعف سمع نتيجة الفقدان السمعي العصبي، لو عنده صمم تام يعني قليل جدا لما الاقي عملية جراحية تنفعه عشان يتعالج الموضوع ده. لو عنده فقدان جزئي لحاسة السمع يعني ضعيف السمع، بردك استخدامه للسماعات والمعينات السمعية درجة الاستفادة منها ما بتبقاش قوي، ما بتبقاش كبيرة، لان المشكلة في العصب مش مشكلة في انه مش سامع تون ولا مش شدة الصوت مش واصله له، لان مثلا القنوات بتاعت الاذن الخارجية او الاذن الوسطى بكل ما فيها من عظيمات الثلاثة ومن الكلام ده كله ما مش فيها مشكلة معينة، لا ده العصب نفسه نقل التيار الكهربائي الناتج عن الصوت بشكل مش مظبوط، تمام، وبالتالي اي معين سمعي هيكبر لي الصوت، كده كده المشكله عندي قائمه. معظم الحالات الوراثيه في الاعاقه السمعيه للاسف الحالات الوراثيه معظمها حالات الصمم التام بتبقى حس عصبيه، عشان كده بنقول هي حالات معقده مبهمه. ليه بتحصل في العصب السمعي من اول بداية العصب لحد القشرة المخية، تمام، وهي يعني الجزء ده من التصنيف الفقدان السمعي الحس عصبي كتير لمازال يقف قدامه العلم عاجز بعض الشيء لحل مشاكله. عندي فقدان السمعي المختلط يعني ايه؟ المختلط يعني يجمع لي ما بين الاثنين، عنده مشاكل في الاذن الداخليه وفي الاذن الوسطى وفي الاذن الخارجيه، تشوهات، العظيمات الثلاثه فيهم حاجه، القوقعه فيها حاجه، حسب بقى، حتى العصب فيه حاجه، وده بردك يعني بردك ده نوع من الانواع الصعبه. ليه؟ لاني انا لو حليت مشكله واثنين وثلاثه هقدر اوصل لحل مشكله الاعاقه السمعيه نتيجه العصب الحسي المرتبط بحاسة السمع. فهنا المشكلة المختلطة دي بردك نوع من أنواع التصنيفات الإعاقة السمعية.
فقدان السمع المركزي، وتحدث في حالة وجود خلل يحول دون تحويل الصوت إلى جذع الدماغ إلى المنطقة، من جذع الدماغ إلى المنطقة السمعية في الدماغ، أو عندما يصاب الجزء عن المسموع عن المسؤول عن السمع في الدماغ، ويعود سبب هذه الإصابة إلى الأورام، الجلطات الدماغية أو عوامل ولادية أو مكتسبة أو حوادث. ده هنا العصب سليم ولكن ما قدرش يوصل لمركز السمع الموجود في الدماغ الصوت. ليه؟ لأن المنطقة المسؤولة عن الجذع سليم، الجذع العصبي سليم، ولكن المنطقة السمعية الموجودة في الدماغ مركز السمع حصل له مشكلة بسبب مثلا ورم تم استئصاله أو مازال ضغط على المنطقة السمعية، أو جلطة حصلت نتيجة حادث، نتيجة ولادة بأداة غير مضبوطة، ضغط على الدماغ المولود فحصل لي دمج في المنطقة القشرة المخية اللي فيها مركز السمع. عوامل مكتسبة، تسمم، حصل له تسمم مثلا في الدم وأدى إلى حدوث هذه الإعاقة أو هذه المشكلة في مركز السمع، في اللي عشان كده مسميها الإعاقة الفقدان السمع المركزي، لأن المركز نفسه اللي بيترجم لي الكلام وبيفهمه مركز السمع حصل له دمج معين. تمام. عندي تصنيف ثالث تبعا لدرجة الفقدان السمعي. التصنيف طبعا لدرجة الفقدان السمعي، هنا بنقسمها، احنا كنا قلنا ان الصوت فيه مكونين، المكون الاولاني بنسميه شدة الصوت وده بنقيسه بالديسيبل، وفي حاجة اسمها نغمة بنقيسها بالهيرتز. التصنيف ده قائم على شدة الصوت، مقسم لي الإعاقات السمعية بناء على وحدة الصوت اللي الشخص بيسمعها. بيقول لو ان الانسان تتراوح قيمة الخسارة السمعية لدى الفرد ما بين 20 لـ40 وحدة ديسيبل، يبقى عنده اعاقة سمعية بسيطة. تمام. لو الفرد عنده فقدان خسارة سمعية ما بين 40 لـ70 وحدة ديسيبل، يعني شدة الصوت عنده فقدت قدرتها من 40 لـ70 وحدة ديسيبل، ده عنده إعاقة سمعية متوسطة. لو الفرد تتراوح قيمة الخسارة السمعية عنده ما بين 70 لـ90 وحدة ديسيبل، وده مقدار كبير، ده بنسميها إعاقة سمعية شديدة. فوق 91 و92 بنسميها شديدة جدا، ده تقريبا ما بيسمعش حاجة خالص، وتزيد قيمة الخسارة السمعية لدى هذه الفئة عن 92 وحدة ديسيبل. وانا عن نفسي لما افضل ان اولياء الامور والمدارس تاخد بالتصنيف ده، لانه تصنيف قائم على شدة الصوت اللي بيقدر الانسان يسمعه ودرجة فقدانه لهذه الشدة، وبالتالي مقدار الكم ده اللي قدامي اللي هو من 20 لـ40 من 40 لـ70 من 70 لـ90 وبعد كده فوق 92 بيصنفهم لي لفئات اعرف ازاي اتعامل مع كل فئة. يعني الاعاقة السمعية البسيطة لما يديني ان هو فقدان السمع عنده من 20 لـ40 هعرف اتعامل معه، لاني عارفة هو عنده فقدان سمع من 20 لـ40 بغض النظر عن السبب، هل هو فقدان شدة الصوت لان عنده دمج معين في الاذن الخارجية ولا في الوسطى ولا في الداخلية، انا مش هتعامل مع اجزاء في الاذن، انا كتربوية هتعامل مع شدة الصوت اللي تنفع ان هو يستجيب معها ويتعاون معايا فيها. لو قالوا لي مثلا ان هذا الطفل اللي قدامي عنده فقدان 92 وحدة ديسيبل فيما فوق، هنا هو يبقى انا عندي قدامي طفل تقريبا اصم او فعلا هو اصم. تمام. ولا يسمع للصوت شدة، ولكن ممكن يسمع ترددات، يسمع ترددات، يحس بالترددات، لان الترددات دي اللي بيحس بيها الجهاز العصبي بتاع الانسان ككل، وحاسة اللمس وعظم الانسان. خلوا بالكوا هنا في مقولة سمعتها كانت جميلة جدا، ان العظم بيسمع، عظم الانسان بيسمع، بدليل ان العظيمات الثلاثة
مسؤولين عن عملية السمع، المطرقة والسنديانو مسؤولين عن عملية السمع، وجزء مهم جدا من تركيب الأذن. ولكن هما بيسمعوا ايه؟ ترددات، اهتزازات، بحولوها لتيار كهربائي، تمام؟ لكن شدة الصوت هنا اهو مش تردد، شدة الصوت دي مش بالهيرتز، بالديسيبل، تمام. التصنيف حسب شكل الفقدان السمعي، شكله يعني ايه؟ يعني في ودن واحدة ولا في ودنين؟ فقدان ثنائي، عنده فقدان سمع تماما في كلتا الاذنين اليمنى واليسرى. هنا يبقى ايه؟ يبقى مفيش امل ان هو يسمعني، عنده فقدان سمعي تام في الاذنين، تمام. فقدان في احدى الاذنين، يعني عنده ودن بيسمع بيها حتى لو كانت ضعيفة، وعنده ودن ما بيسمعش بيها خالص. فقدان سمعي متماثل، يعني الودنين الاتنين فيهم نفس الدرجة من انخفاض في القدرة السمعية، مثلا الاتنين عند 70 ديسيبل، ماشي، في الاذن اليمنى واليسرى، تمام، او في الرنجات يعني قريبة من بعضها، اقدر اقول الاتنين فيهم نفس الدرجة من فقدان السمع، او فقدان سمع غير متماثل، يعني ودني بسمع بيها نص نص، ودني ما بسمعش بيها خالص، او ودني بسمع بيها كويس وودني بسمع بيها نص نص، او ودني بسمع بيها كويس جدا وودني تانية ما بسمعش بيها، تمام. اما اذا كان الفقدان السمعي في الاذن مختلف عن الاذن الاخرى، مثل الاذن اليسرى مثلا 38 ديسيبل وفي الاذن اليمنى 60 ديسيبل، هنا هتلاقيه حتى بيبان هو طالما اليسرى عنده مثلا 38 هتلاقيه فاقد الامل فيها، هو مركز الامل كله في اليمنى، علشان كده هتلاقي ايده دايما تتحط ناحية اليمنى، ده امله فيها اكتر ان هو يسمع، يقرب من الشخص او مصدر الصوت باذنه اليمنى. فاحيانا حتى من المظاهر الخارجية يبان لي هل هذا الشخص قادر على السمع في كلتا الاذنين بنفس المقدرة، او ان في خلل في احدى الاذنين عن الاخرى. دلوقتي نعمل ايه؟ قبل ما نبدأ في موضوع جديد لازم نعمل زي خلاصة الكلام اللي احنا قلناه كله. خلاصة الكلام اللي احنا قلناه كله في المحاضرتين المتعلقين بالإعاقة السمعية، احنا قلنا ان المرحلة العمرية اللي بيمر بيها الطفل في المرحلة العمرية دي طفولة مبكرة، دي مرحلة انطلاق تكوين شخصية، إثبات شخصية، مرحلة اكتساب معلومات، وبالتالي مجمع وجود إعاقة زي الإعاقة السمعية بيحدث بيها فيها العديد من المشاكل، زي نقص، زي قصور في المعرفة، بيحصل فيها مشاكل في الشخصية ككل. بعد كده انتقلنا لتعريف الإعاقة السمعية، وقلنا ان الإعاقة السمعية ان الجهاز السمعي لا يقوم بكل وظائفه، لا يقوم بوظيفته الأساسية وهي توصيل الكلام او الأصوات الى الـ الانسان بشكل واضح ومفهوم، وان القدرة على او ضعف القدرة على توصيل الاصوات المسموعة المختلفة للانسان دي بنسميها اعاقة سمعية، ولكن تختلف في شدتها من شدة الى اخرى، من فرد الى اخر. وقلنا ان في عندنا درجة من فقدان السمع التام هو بنسميه الصمم، هو فقدان الفرد على فقدان الفرد قدرة على سمع الكلام، لأن القنوات السمعية لا تقوم بوظيفتها في توصيل الأصوات حتى مع استخدام المعينات السمعية، تمام، وبالتالي هو بيفقد القدرة على هذه الحاسة تماما. بعد كده قلنا إن من ضمن الإعاقات السمعية شيء نسميه أو درجة نسميها ضعف السمع، وهو ان الانسان يصل له بعض المعلومات السمعية
تصل لي، عنده قدرة على السمع، عنده بقايا سمعية ولكن لا تصل إلى الحد اللي احنا نقول عليه إنسان طبيعي في القدرة على السمع، أو إن جهاز السمع عنده بيقوم بوظيفته بشكل طبيعي، وإن هذه البقايا من السمع ممكن استثمارها في العمليات التربوية، في تكوين شخصيته، في حياته كلها مع استخدام المعينات السمعية. بعد كده اتكلمنا باختصار عن ان الجهاز السمعي عند الانسان بيتكون من 3 اجزاء اساسية. الجزء الخارجي هو صوان الاذن والقناة السمعية الخارجية، قناة بعد سماعة الاذن دي على طول او صوان الاذن بنسميها القناة السمعية الخارجية، ودي مهمة جدا ولكنها خارجية والمشاكل اللي فيها قابلة للحل. والاذن الوسطى وقلنا بتتكون من الطبلة اللي بتعمل بيوصل لها الموجات الصوتية الهوائية وتعمل ذبذبات، بتنقل هذه الذبذبات للعظيمات الثلاثة اللي هما المطرقة والسنديان والركاب. في عندي قناة اسمها قناة استاكيوس. قناة استاكيوس دي ما شرحتهاش قوي، ولكن قناة استاكيوس الاساس بتاعها انها بتخفف الضغط عن الاذن. الاذن لازم يبقى فيه جزء من الهواء طالع وداخل لهذه القنوات علشان ما يحصلش ليها ضغط هواء جواها وبالتالي يحصل فيها مشكلة. ايه اللي بيظبط الضغط عن ضغط الهواء داخل الاذن الوسطى والداخلية؟ هي قناة استاكيوس، هي المنفس بتاع الاذن، وبالتالي هي دي بتحافظ على ضغط الاذن، مهمة جدا. ولكن هي ملهاش وظيفة في عملية السمع نفسها، هي ليها وظيفة في الحفاظ على ضغط الأذن، ودي عملية مهمة جدا. بعد كده انتقلنا للأذن الداخلية وقلنا فيها القنوات الشبه هلالية والقوقعة والعصب السمعي، واتكلمنا بعد كده قلنا ده الأذن الخارجية فيها الصوان والقناة السمعية الداخلية. بعد كده انتهت القناة السمعية الداخلية بالطبلة. الطبلة دي مع دخول الموجات الهوائية والموجات الصوتية بيحصل فيها اهتزازات، هذه الاهتزازات تنتقل للأذن الداخلي الوسطى، الوسطى تنتقل للأذن الوسطى فتصل للسنديان والركاب والمطرقة والسنديان والركاب، تمام. وقناة استاكيوس اهي قدامنا، دي قلنا وظيفتها الحفاظ على ضغط الاذن بشكل يكون مضبوط بحيث الانسان ما يحسش ان ودنه مضغوطة قوي، يعني ما يبقاش ضغط الاذن عالي ولا ضغط الاذن منخفض، لان ده فيه هواء داخل للاذن وموجات صوتية، لو ما كانش ضغط الاذن مظبوط بالتالي العملية كلها هيحصل فيها لخبطة. وصل الصوت بعد الركاب للقنوات الهلالية، القنوات الهلالية والقوقعة، ودي القنوات الهلالية والقوقعة والسوائل الموجودة دي مسؤولة مش بس على السمع، دي مسؤولة عن توازن الإنسان، توازن وإن هو يقف مستوي القامة كده وإنه يقدر يحافظ على توازنه ويشوف الدنيا قدامه ما بتلفش. آخر حاجة بنوصل للأذن الداخل في الأذن الداخلية للعصب الدماغي الثامن. العصب الدماغي ده والشبكة العصبية دي لحد ما بتوصل لإيه؟ للقشرة المخية اللي موجود فيها مركز السمع. بعد كده اتكلمنا عن الآلية التي يتم بها عمل جهاز السمع، وقلنا إزاي إن الهواء بينتقل في شكل موجات لحد ما يوصل لصوان الاذن تجمعها عشان تدخلها في القناة الاذن الخارجية، توصلها هذه الموجات للطبلة، الطبلة تهتز، بعد ما بتهتز الطبلة تتحرك المطرقة والسنديان والركاب، وينتج عن حركة الركاب طيار في السائل الذي يملأ ايه القوقعة، ده اللي مسؤول على ايه على توازن الانسان كمان، مما يؤدي الى حركة الشعيرات السمعية التي تغطي جدار القوقعة. شعيرات سمعية، الشعيرات السمعية دي لما تتحرك ينتج عنها تيار كهربائي، يبقى انا حولنا هنا
جهاز السمع يحول لي الموجات الصوتية لتيار كهربي. التيار الكهربي ده عشان الوصلات بتاعة الأعصاب توصلها من الأذن الداخلية لحد المركز السمع في القشرة الدماغية، والترجم لي اللي أنا سمعته لكلمات. بعد كده اتكلمت عن خاصيتين مهمتين للصوت، وقلنا في حاجة اسمها شدة صوت، وقلنا في حاجة اسمها النغمة. شدة الصوت هي قوة الصوت وارتفاعه، صوتي عالي ولا منخفض، ودي بتقاس بما يسمى الديسيبل، وده قائم عليها تصنيف من التصنيفات اللي احنا اتكلمنا عنها. والرمز الديسيبل دي بي. النغمة هي الترددات والاهتزازات، ويقصد بالنغمة عدد الموجات التي يحدثها مصدر الصوت في الثانية الواحدة، وتقاس بالهرتز، وتستطيع الأذن السليمة سماع الترددات ما بين 20 ل 20,000 هرتز في الثانية. بعد كده اتكلمنا عن أهمية حاسة السمع، وقلنا ان الحاسة دي مسؤولة عن اني اتعلم الكلام، بسمع النماذج الكلامية وبعد كده بتعلمها، بخزنها في بنائي المعرفي، استخدمها واظفها، وبالتالي ابقى قادر على الكلام، قادر على التواصل مع الاخرين، قادر على إقامة علاقات إيجابية مع الآخرين، وقادر على الحياة حياة اجتماعية، وده بيأثر على شخصيتي ككل. ده قادر إن هو بحاسة السمع مسؤول عن إني أكتسب الكلام اللي هقدر أعبر فيه عن نفسي، وأسمع الآخرين ووجهة نظرهم. وبالتالي إصابة الطفل بالإعاقة السمعية هو يؤدي إلى إصابة كاملة في شخصيته ككل. تمام؟ بعد كده قلنا ان الانسان في حاسة السمع بيتلقى الاصوات من الجهات كلها، من كل الجهات اللي حواليه، من يمينه وشماله قدامه وراه، في الظلام في النور في الليل في النهار، وعلى الرغم الحواجز تصل السمع، يصل الكلام والاصوات الى اذن الانسان. وبالتالي احنا ليه بنقول ان حاسة السمع اقوى من اقوى الحواس عند الانسان ومن اهمها؟ لانها ممكن توصله هو قاعد هنا لمعلومات بعيدة قوي عنه، في مجال غير مجاله، يسمع اخبار دول تانية، يسمع اصوات في اماكن بعيدة ويعرف ان في حاجة حصلت، يسمع حاجات مش شايفها لان الدنيا ظلام او لانها مش موجودة في مجاله البصري، فبتوصله الى مناطق ابعد من حدوده من مجاله. ماشي؟ على عكس مثلا البصر العين ما بتشوفش ابعد من اطراف الغرفة الموجودة بيها، ليها حدود معينة ما تقدرش تتعداها حاسة البصر، ولكن حاسة السمع لما بتبقى طبيعية بتوصل لانسان لابعد من مجاله البصري بكتير. تمام، قلنا اني عندي اسباب للاعاقة السمعية، قلنا الاسباب دي في بعدها في مرحلة الولادة ما قبل الولادة، والأسباب والمرحلة ما قبل الولادة قد تكون نتيجة الحدث، الجنين ده عنده إعاقة سمعية نتيجة عوامل بيئية، الأدوية أو أي شيء بتاخده الأم أثناء الحمل، أو نتيجة عوامل وراثية معقدة. في مرحلة الولادة لو تمت الولادة بشكل خاطئ في جو غير صحي، استخدم أدوات غير صحية زي الشفط، زي الضغط على رأس الطفل بأي شكل كان. بعد كده مرحلة ما بعد الولادة، الحوادث والأدوية والأمراض اللي ممكن يتعرض لها الإنسان وتسبب في إصابته. اتكلمنا عن الأسباب اللي تخص الإعاقة السمعية على وجه الخصوص. قلنا إن عندي فقدان سمعي تواصلي، فقدان سمعي حسي عصبي. التواصلي ما يرتبط بالأعضاء، السمع اللي بتوصل الموجات الهوائية والصوتية للعظيمات الثلاثة اللي هي ايه؟ الأذن، الخارجية، والقناة، والطبلة. تمام؟ لحد ما ابدا ادخل على الاذن الوسطى، الالتهابات اللي بتحصل، الثقب اللي بيحصل في الطبلة، اي كانت المشكلة اللي حصلت فيها.
اسباب فقدان الحسي الفقدان السمعي الحسي العصبي هو ان في دمج حصل في الاعصاب اللي بتوصل الصوت للمركز السمع في القشرة المخية، وقد تكون الدمج نفسه في العصب في المركز السمع بنسميه فقدان سمعي مركزي واتكلمنا عنه. دي الجزء اللي احنا خدناه في المحاضرة الثالثة. المحاضرة الرابعة برضك باختصار شديد اللي احنا قلناه قبل ما ننتقل لموضوع جديد، قلنا المظاهر العامة للإعاقة السمعية، ازاي انا اقدر من خلال هذه المظاهر العامة احكم عن الشخص ده عنده إعاقة سمعية، او احكم ان انا لازم اودي الطفل اللي قدامي ان هو يعمل كشف على الجهاز السمعي عنده على شدة الصوت وعلى الترددات بتوصل له بشكل سليم ولا لا بالهيردس والديسيبل. المظاهر دي انه ما بيبقاش فاهم التعليمات ويطلب اعادة الجمل والكلمات او التعليمات اللي انا بقولها كتير، يطلب ان انا اعلي صوتي مش سامعني، يبقى عنده اخطاء في النطق متكررة لان النماذج الصوتية اللي بيسمعها غلط وبالتالي هو بيعيد الكلام غلط، بيدير راسه الى جهة معينة عند الإصغاء للحديث، يدير راسه لجهة الصوت عشان يسمع الحديث اللي بيتقال، مفيش اتساق في نغمة صوته مرة عالي مرة واطي بما لا يتناسب مع الموقف أو مع اختلافه في نفس الموقف. تمام، الميل للحديث بصوت مرتفع عشان هو مش سامع نفسه، وضع اليد حول الأذن لتحسين القدرة على السمع علشان يجمع الموجات الصوتية، الحملقة في وجه المتحدث ومتابعة حركة الشفاه، أو قلنا كمان إن هو بيكسر الحاجز النفسي ما بينه وبين المكاني ما بينه وبين المتلقي، الحرم النفسي المسافة اللي بينه وبين الآخر بنسميها الحرم النفسي عنده. بيفضل إن أنا مع كلامي اللفظي أشاور، بيحب إن هو أعينه بالإشارة وهو يفضل استخدام الإشارة أثناء الحديث. عنده افرازات بتبان صديدية في الاذن واحمرار يعني التهابات، ضغط على الطفل على الاذن او الشكوى من طنين ورنين في الاذن، صفير ده بيبقى عادة الصفير ده بيبقى نتيجة دمج موجود في العصب، عشان كده مش حتى في حاجة بيحطوها للحالات دي بيسموها الوشاشة، سماعة بيسموها الوشاشة، دي بتعمل وش عشان ما يسمعش الصفارة المستمرة في ودانه، لكن في الغالب ملهاش حل. يعني صوت الصفير لو ما كانش ناتج عن التهابات او افرازات زيادة في الاذن وكان ناتج عن اصابة في العصب ده مبقاش ليها حل غير الوشاشة دي، او الانسان يبقى يعمل ادابتيشن معها يتوافق معها وتبقى جزء من مكون حياته. يعني قلنا ان انا عشان اقيس السمع عشان احكم على السمع ودرجته لازم اقيسه في طرق تقليدية زي الجرس، زي ان انا اسقف لطفل من مسافة معينة عشان يلتفت لي، ابعد ازود شدة التسقيفة تكرارها الايقاع بتاعها، اطلب منه هو يقلد لي ايقاعات حركية معينة، ولو طفل رضيع بيصدر منه حركات بتبين ان هو سامعني ولا لا، زي مثلا يتوقف عن حركته تماما عشان ينتبه للصوت، او يتخض او يغمض عينيه او ما شابه ذلك، ده يدلني مؤشر مبدئي ان على الاقل عنده درجة من درجات السمع. بعد كده قلنا في اختبارات بتنفع للاطفال ما قبل المدرسة، وليه احنا قلنا اختبارات تنفع ما قبل المدرسة؟ لان طفل ما قبل المدرسة ده له خصائص خاصة، انه مدة تركيزه قليلة، سريع الاحساس بالملل، في حاجات يعني يخاف من احيانا من الغرباء، في خصائص في شخصية هذا الطفل تستدعي ان انا استخدم معاه طرق معينة في الاختبارات، زي طريقة الملاحظة ان انا الاحظه وبحط ايتمز لنفسي بلاحظها، بيسمع التعليمات ما بيسمعش، بيقرب قوي من الاشخاص اللي بيكلمهم، في ايتمز معينة بلاحظها، لما بيسمع الاصوات في عندي طريقة اسمها منعكس الرمش، طريقة المجال الحر، التشتت، الهمس، الساعة الدقائق، اختبار ويبمان للتمييز السمعي، وباترسون للمقياس باترسون للبردك لتقييم السمع. وقلنا دي طرق للاطفال ما قبل المدرسه، ولكن في طرق اكثر حداثه واكثر تقنينا.
الكلام ده كله احنا بنقوله بس عشان نعرف ان قياس السمع العملية مش سهلة، وان في اجهزة وفي ادوات لازم نقيس بيها عشان نحكم على الطفل، وان العملية مش سهلة، مش بسيطة يعني. لكن انا مهمتي كتربوي لا تستدعي، وقلنا الكلام ده ان هي لا تستدعي ان انا استخدم الادوات دي والاجهزة دي واعرف انها ازاي بستخدمها. انا بس لازم اعرف بيها كويس قوي عشان انا كتربوي واقفه كتربويه واقفه مع الاطفال، لاحظت حاله بوجه ولي الامر، ببقى لو سألت لو جه حكالي عن الحاله ان احنا ان هو استخدم مقياس معين وبتاع، بفهم المقياس ده ايه وليه يعني عمله. عندي جهاز قياس السمع الكهربائي، عندي مقياس السمع المقامه الظاهريه في الاذن الوسطى، كل مقياس بيقيس حاجه. عندي مقياس للطبله، ضغط الهواء على الطبله عشان يشوف لي قناه ستاكس شغاله ولا لا، مظبوطة فيها أي مشكلة ولا لأ، والطبلة فيها أي مشكلة، في تخطيط رسم كهربائي للطبلة، في اختبار استجابة السمعية لجذع الدماغ السمعي أو الأعصاب الدماغية ومركز السمع للإنسان، وقلنا في تخطيط كهربائي للقوقعة للشعيرات اللي عليها اللي بتحول الموجات الصوتية الهوائية إلى موجات كهربائية، وقلنا في اختبار استجابة الكمون المتأخر وجهاز تقييم الطبي السمعي. وقلنا مجموعة من الاعتبارات ان انا لازم اخدها في اعتباري وانا بقيم السمع عند الطفل عشان ادي التقييم الصح، ما يبقاش التقييم متأثر بعوامل خارجية غير السمع وغير المقدرة على السمع عند الطفل، زي ان ايه الطفل يكون تعبان، يكون عيان، خايف من الراجل او الشخص اللي بيقوم بالتقييم، ان يكون مش فاهم التعليمات، كل الكلام ده لازم يكون عندي دراية بيه، ولازم اكون عامله حسابه، وبحيث ان ما يبقاش الطفل عندي تعبان، ما يبقاش الطفل عارف الاجابه لاني لمحت بيها من قريب من او من بعيد الاجابه الصحيحه، ما يبقاش ان الطفل خايف من الشخص اللي بيقيمه، علشان في الاخر يديني نتيجه صحيحه للقياس السمعي بعيدا عن العوامل الخارجيه. اتكلمنا بعد كده عن تصنيفات الاعاقه السمعيه، وقلنا تصنيفات الإعاقة السمعية دي تصنيفات متعددة بناء على عوامل متعددة، لكن أنا كتربوية بيهمني بعض الأنواع ولا يهمني بعض الأنواع الأخرى، أو مش في مجال عملي يعني، مش مجال عملي ما بتأثرش قوي بيها، بس لازم أبقى عارفاها. التصنيف من التصنيفات اللي تهمني هو تبعا للسن، لما يجيلي طفل أصم أو مصاب بإعاقة سمعية، ما قبل اللغة ولا ما بعد اللغة؟ ما قبل اللغة من ساعة الميلاد لحد الثلاث سنوات، ما بعد اللغة إصابته بالإعاقة السمعية بعد الثلاث سنوات. جميل قوي. قبل الثلاث سنوات قلنا يكاد يكون لا يوجد في ذاكرته أي شيء مرتبط بالنواحي السمعية، ما عندوش ذاكرة كلامية، ما فيش مخزون من الكلام ولا دلالات هذه الكلمات في ذهنه، ما فيش أي شيء نقدر نستفاد منه في البناء المعرفي بتاعه مرتبط بالنواحي اللغوية، وبالتالي طريقة التعامل معاه لازم تكون مبنية على انه لا يوجد عنده اي حصيلة سابقة قبل الاصابة. الطفل الاصم بعد اللغة بعد 3 سنين هو سمع نماذج كلامية، عارف اسماء الحروف مثلا، عارف الاصوات، اصوات كائنات معينة في البيئة، أصوات مكونات البيئة عموما، مش شرط كائنات، ممكن أجهزة أدوات موجودة ومتخزنة في البناء المعرفي بتاعه. دي أنا كتربوية ممكن أوي أستثمرها ونشطها وقويها مع الوقت، تمام. وبالتالي بتهمني أوي كتربوية، بتفرق معايا الطفل إصابة الصمم عنده جه قبل الإعاقة، الصمم عنده جه قبل 3 سنين ام بعد الثلاث سنين الاولى من عمره. التصنيف اللي هو مهم طبعا ولكن انا ما يعني ماليش علاقه بيه قوي كتربويه، اللي هو التصنيف وفقا لسبب الاعاقه او مكان الاعاقه. قلنا فقدان سمعي تواصلي، ان فقدان السمع الناتج عن الاذن الخارجيه او الوسطى، وبيحول دون وصول الموجات الصوتيه الهوائيه الى الاذن الداخليه، تمام.
وقلنا ان ده ابسط من الفقدان السمع الحسي العصبي، لان ده ممكن اقدم له ادوية، اقدم له علاجات، جراحات ممكن ايه تخف او تقل الاصابة، الاحساس بالاصابة نفسه وتأثير الاصابة يقل. بعد كده اتكلمنا عن فقدان السمع الحسي العصبي، وقلنا ده نتيجة اصابة العصب بتاع اللي بيوصل التيار الكهربي اللي ناتج واللي حول الموجات الصوتية لتيار كهربائية، بيبقى فيه مشكلة في العصب ما بيوصلش ده للخلايا العصبية المركزية الموجودة في القشرة الدماغية أو مركز السمع في القشرة الدماغية، أو بيوصلها بطريقة مشوهة تجعل الإنسان فهمه يتأثر بيها، تمام، ويفهم المواضيع بشكل خاطئ او ما بيفهمش اصلا الاصوات اللي بنسمعها دي تبقى اصوات مبهمه. بعد كده قلنا في فقدان سمعي مختلط، هو بيجمع ما بين النوعين، وفقدان سمعي المركزي قلنا انه ده اللي موجود في الفقدان اللي بينتج عن وجود خلل في المركز السمع الموجود في القشره المخيه نتيجه الاصابه بالاورام او الجلطات او عوامل وراثيه ولاديه او مكتسبة من بيئة لأسباب كتيرة متعددة. بعد كده اتكلمنا عن التصنيف اللي برضك يهمنا جدا كتربويين، وقلنا ان التصنيف طبعا لدرجة فقدان السمعي، الفقدان يعتمد على وحدة الديسيبل اي شدة الصوت قوته. قلنا اشد درجات الضعف السمعي هي اللي فوق 92 وحدة ديسيبل، وده الشخص بيبقى تقريبا من سامع حاجة، يليها في الشدة من 70 لـ90 فقدان سمعي من 70 لـ90 ديسيبل. فقد الشدة دي معنى كده ان عنده اعاقة سمعية شديدة، تمام. فقدان الديسيبل السمع الخسارة السمعية ما بين 40 لـ70 ديسيبل يبقى فقدان سمعي متوسط، ده بينفع معاه المعاينات السمعية. وبرضك الفقدان السمعي الشديد بينفع مع المعاينات السمعية. بعد كده الفئة الأشد أبسط شدة في الإعاقة السمعية اللي هي فقدان سمعي من 20 لـ40 وحدة ديسيبل، تمام. بعد كده اتكلمنا عن التصنيف حسب شكل الفقدان، في أذن واحدة اليمنى واليسرى، ولا في الأذنين اليمنى واليسرى، ولا في أذن واحدة بس والفقدان السمعي متساوي في الأذنين، ولا في أذن أكثر من الأخرى. وبكده نبقى احنا خلصنا المحاضرة الرابعة من محاضرات هذه المقرر، وإلى لقاء قريب في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.